ثم عودة للدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة المصرية الهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الفل على حضرتك. اهلا بيك يا فندم. كنا بنتكلم مع حضرتك بس طبعا يعني كان في مشكله في الاتصال اللي فات. كنت عايز اسالك بقى دلوقتي احنا كده رسميا دخلنا بالفعل في فصل الصيف، فهل من المتوقع انه برضو يبقى في تدرج الى حد ما في ارتفاع درجات الحراره ونسب الرطوبه، ولا هو هيكبس علينا بتقله من اولها؟ فعلا يعني دخلنا في الجد، ولا هو ان شاء الله حاجات ارتفاعات تدريجيه بقى، حاجات خفيفه كده يعني ارتفاع طفيف في درجه الحراره، ايضا ارتفاع طفيف في نسب الرطوبه. يعني الصيف بادئ برضه معانا بدايه طبيعيه، ما فيش موجات شديده الحراره في بدايات الصيف. يعني الحمد لله الاجواء مستقره برضه بشكل كبير، درجة الحرارة هي اللي قلنا هتدعم ارتفاع طفيف توصل ل 35 و36 درجة على القاهرة بعد ما كانت بتسجل 34 و33. نسب الرطوبة أيضا هيكون فيها ارتفاع طفيف لأن لسه بنشهد في فترات الليل نشاط بالرياح خصوصا في المناطق المكشوفة، ده بيؤدي من إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة. صحيح. أيضا درجة الحرارة الصغرى اللي بتتسجل في الساعات المتأخرة بالليل والساعات الصباح لسه بتسجل 21 و22 و23 درجة على شمال البلاد، ما ارتفعتش ل 25 و27 زي ما بنشوف في عز الصيف شهر 7 وشهر 8، فالأجواء مستقرة بشكل كبير الحمد لله حتى الآن. جميل. أنا فاكر آخر مرة تواصلنا مع حضرتك فيها تليفونيا في الأسبوع اللي فات كانت نهاوند اتكلمت مع حضرتك في نقطة وقالت وقتها أنا فاكر إن إحنا عايزين نبقى نسأل حضرتك أو نتكلم مع حضرتك فيها، فاكرة لما كنت بتسألي على حتة نعمل إيه في الصيف مشروبات، هل في مثلا إرشادات معينة؟ بالظبط. يعني عارف دكتور محمود في فترة بس أنا مش فاكرة كانت أنهي سنة، كنت أنا وكريم بنتكلم في ده إمبارح، جاي فترة الصيف فيها في مصر شديد جدا جدا، وحتى كانت وقتها الوزارة قالت إن هي هتعمل شيفت للعمالة وإن الناس اللي بتشتغل في الشمس هتقلل يعني أو هتقلب ساعات العمل وتعدلها، فهل إحنا نقدر نقول ده ممكن يتكرر السنه دي بما ان احنا بنتكلم على يعني كلايمت تشينج او اللي هو التغير المناخي؟ التغير المناخي يعني هل ممكن يحصل حاجه زي كده غير متوقعه مثلا؟ هو حضرتك وفقا للتنبؤات الفصليه اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه قبل بدايه كل فصل، احنا هذا العام الهيئه العامه للارصاد الجويه وفقا لتوقعاتها الفصليه لصيف هذا العام ان هو هيبقى قريب الشبه الى حد كبير جدا لصيف العام الماضي. العام الماضي اعلى درجه حراره وصلت فيها القاهره 38 درجه. طب كويس. ان شاء الله صيف هذا العام برضه هيكون قريب الشبه جدا من صيف العام الماضي، والتنبؤات الفصليه اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه بتبقى دقيقه جدا الحمد لله، وده اللي شفناه في الفصول اللي فاتت، واقربهم مثلا فصل الربيع اللي هو انتهى امبارح. بدايه فصل الربيع برضه حكيت كده مع حضراتكم وقلت لكم التنبؤات الفصليه بتقول ان ربيع هذا العام هتسجل درجات حراره فيه اعلى من العام الماضي، ده اللي حصل بالفعل. القاهره سجلت اعلى درجه حراره 44 ونص درجه، يعني في المسجلات هتعتبر 45 درجه، السنه اللي فاتت كانت 43 درجه مئويه. فيعني ان شاء الله صيف هذا العام هيكون قريب الشبه من صيف العام الماضي ان شاء الله. طيب دكتور محمود عندي سؤال او استفسار يعني قبل ما نختم مع حضرتك، هل احنا ممكن لو نسقنا يعني مع فريق الاعداد نيجي انا وكريم عند حضرتك في الهيئه ونتكلم اكتر في التفاصيل وعلى الشاشات يكون الشرح، هل ممكن يعني حضرتك تستضيفنا يوم كده نعمل تقرير معاك؟ يا فندم حضراتكم تنوروا الهيئه، لو عايزين احنا نجي لكم في استوديو برضه يزيدنا شرف. طيب هايل هايل خلاص. الاهلاويه طبعا. لا احنا عارفين زي ما قلنا برضه الاسبوع اللي فات الاهلي معود يتعودنا دايما الحمد لله والحمد لله فعلا الاهلي دايما بيكون عند كده. طب والاستضافه دي هتشمل المشاريب ولا هنقعد على الناشف يا فندم ولا الدنيا تمشي الدنيا ازاي؟ ده بالنسبه هتفطرونا يعني لما نجي لكم؟ هتفطرونا اهم حاجه؟ طبعا استاذ كريم يعني حضرتك تفضلوا تشرفونا. ربنا يخليك، ده احنا اللي نتشرف بوجودنا مع حضرتك ان شاء الله. نسقها ان شاء الله. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود. شكرا لحضرتك. ميرسي يا فندم. شكرا جزيلا. الشخصيات اللطيفه جدا 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 يعني. وغير بقى طبعا تخصصه اللي هو متمكن فيه جدا، كروي جدا دكتور محمود، يعني عاشق لكره القدم وعاشق للنادي الاهلي.